بفرض انه هذا هو الهدف. انت شو رأيك؟ مش مهم انا شو رأيي، المهم انت شو رأيك. رح تفزعي مثل ما هني بدهم؟ رح تنهزمي وتبتعدي عن هادي اذا كان هيدا هدفهم؟ بس انا اللي بعرفه عنك انك قوية ومصممة، ما بتستسلمي لا للتهديد ولا للخوف ولا للهزيمة. اما انت غريب يا رامي، كنت بفكر انه رح تستغل هالموقف وتشجعني اني بعد عن هادي. شجعك؟ ايه، بحجة الخوف على سلامتي. هلا فهمت. ويخلي لك الجو. بطمنك انا مش سطحي مثلك، وبالمقابل في عندي سؤال وبتمنى انك تجاوبيني عليه بكل صراحة. تفضل. انت بتحبيه فعلا لهادي؟ وانت بتشك بحب لهادي؟ مش هيدا المهم. اذا كنت فعلا بتحبي لهادي مثل ما انا بفهم الحب، ناضلي وقاتلي وما تستسلمي مثل ما انت بتفهم الحب. فيك تقلي كيف حضرتك بتفهم الحب؟ لا ما فيي قلك، سوري. ما قلتيلي بعدك مصممة انك ما تخبري البوليس؟ اكيد. باي باي. باي باي. ألو مرحبا، ممكن أحكي مع المقدم نديم إذا بتريد؟ طلبوا مني سلمك هالرسالة. أوكي ثانك يو. يا واطية يا سافرة يا منحطة. أنا جاي يا خاينة هيك بتعملي؟ جاي احتمل فيك بتستقبلني بهالطريقة؟ شو هيدا؟ أنا كمان وصل لشريط شغل وشوف كل شي صار بأوضة النوم، كل كلمة انحكت مسجلة، وصل لي اليوم مع هالرسالة. وقال إذا ما دفعني له رح يسلم الشريط لبيك وللشرطة ولريما، يعني رح يفضحنا. شو بدنا نعمل؟ طالب مبلغ كبير. حبيب ما بعرف، شوف شو بدك تعمل. كل الحق على جو، كان لازم ينتبه أكتر. جو مزبوط، جو هو المجرم. لا يا حبيبي، جو مش معقول يعملها. ايه بس الشقة شقته. لا الشقة مش لجو. لا كيف مش لجو؟ جو بيستعملها وبس. هلا مش مهم لمين الشقة، المهم كيف بدنا نخلص من هالورطة. الزباين ممكن نجيبه المتحف الهم، وبعدين انا بضمن لك انه اول زبون مدهن بابا. بابا معه مصاري كتير وغني وعنده كتير عينات، يعني في يأثر على كل أصحابه. فوق هيدا وكله أنا بقدر أقنع البابا يفتح لك أكتر، يفرشو ويعطيك اللي بدك إياه، وبعدين فيك تدله مصالحه مثل ما وعدك. شو الثمن؟ ثمن؟ قصدي شو وكيلو مني بالمقابل؟ أدي دورك بالسيناريو مثل ما رسموا. اي سيناريو ريما؟ اي سيناريو؟ سيناريو هدف ومستمر. الهدف الاول اني شك فيك كل ما اشوفك قاعد جالسه انتيم انت ونانيا، والهدف الثاني اغراءك لحتى
بس ما بسمح لك. اتصلت وحده فيي على السلولر وقالت لي انك عم بتحوم حول دانيا وعطتني العنوان. غيب عنك شي دانيا؟ صديقتك بيدا اتصلت بالسلولر تبعي، يعني طبيعي وقت بدها تتصل بده يتقيد عند الرقم. رقمك دانيا وصوت غيدا. يا حية برا بالسيارة مع سليم ناطرة نهاية السيناريو. هادي أنا ما شكيت فيك. شو؟ بدك تلحق إغراءاتها وصوتها الحلو وبريقها الأخاذ؟ لا. لا أبدا. لا. إذا انتهى السيناريو بح فينيتو. دانيا ليش نعل هدف تاني غير هادي؟ يمكن تصيبي وبنفس الوقت نبقى اصحاب. ومين قال لك انه انا صاحبتك؟ ولو مستعده تستغني عن صحبتنا كرمال شغله هيك. دانيا انت بنت حلوه وذكيه وحساسه وغنيه، يعني 99% من الشباب بيتمنوك. اتركي لي هذه، مش حرزان نتخانق عليه. المهم مين بيضحك بالنهايه. مظبوط، مين بيضحك بالنهايه؟ مبسوط ما هي؟ رايقة معك. هالموقف أرضى غرورك السخيف. البنات عم تتخانق عليك وتهديدات بالقتل وغيره وغيره سيناريوهات. بس شغلة وحدة حطها براسك. يوم اللي بتفكر بوحدة تانية، إيه عينك هيدي؟ ريما ولشو تتمسك بشغلة تافهة بواحد مش حرزان؟ إيه بس الناس أذواق وأنا ذوقي بالأشياء التافهة. نوع من الشذوذ. من نصيبي. صحتك. صحيح بتحبني هادي. سلمي المبلغ يلي طلبه. بس فهمي منيح هيدا وبس. ما يحاولي يبتزني. وإلا ساعتها أنا ببلغ. مش بيو بس. البوليس كمان وشعتها بيلقطوه وين ما كان يكون. بس أنا خايفة يا حبيب. ما تخافي، هو بده المصاري وبس. خايفة أغلط وسلم المصاري لشخص تاني. أنت خليكي واقفة تتسمعي كلمة السر. الأخت الحبيبة؟ أيوة الأخت الحبيبة. لما تسمعي كلمة السر الأخت الحبيبة بتسلمي المصريات. أوكي أوكي. بعدني خايفة يا حبيب. وحياتك لو ما معزتك عندي، لو ما حبيتك من اول تكه شفتك فيها، ما كنت بتدخل بكل هالقصه.